بس السؤال، هل لبت دولة 30 يونيو حقوق المواطن المصري؟ هل راعت حقوقه؟ عشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نطل مع بعض على عدد من المشروعات والإنجازات اللي اتنفذت خلال التسع سنوات اللي فاتت، ونشوف هل بتحقق حق من حقوق الإنسان ولا لا. والحقيقة أن مرجعيتنا في هذا الصدد هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. والحقيقة أنه ملف الأمن كان أول تحدي تعاملت معاه دولة 30 يونيو، خصوصا بعد فترة من الانفلات الأمني ثم الهجمات الإرهابية اللي كانت في أماكن كتير، لدرجة أن الواحد مننا كان بيقلق أنه ينزل من بيته، ولما بيقرر ينزل كان بيخاف ما يرجعش. وبمجهودات وتضحيات عظيمة من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية نجحت الدولة في تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب بإجراءات كتير، أبرزها العملية الشاملة سيناء 2018 ومراقبة الحدود وضبط الأسلحة والمتفجرات والمهربين، إلى جانب التصدي للعناصر الإجرامية وضبطهم حتى قبل تنفيذ مخططاتهم. وقدمت مصر مئات من الشهداء اللي قدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وعن أبناء وطنهم. أما النهاردة فأكيد الأمن مش زي من تسع سنوات، النهاردة مصر أصبحت أكثر أمنا واستقرارا.